السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هشرح لكم الاراي فورمولا. الاراي فورمولا دي يا جماعة يعني بجد بجد ايه الجمال والعظمة اللي عاملاها جوجل شيت دي. الاراي فورمولا دي يا جماعة دي بتغنيك عن ان انت كل شوية تقعد تعمل معادلة وتنزلها لتحت خالص، دي بتغنيك عنها. يعني مثلا انا عندي دلوقتي شيت هفهمك يعني ايه الاراي فورمولا دي. دلوقتي انا عندي دي ما بتشتغلش صح يا جماعه غير جوجل شيت، بس جوجل شيت بس. الاراي فورمولا دي انا عندي شيت مكون بص من حوالي 20 بني ادم، يعني حوالي 18 واحد او 20 موظف. انا عندي الموظفين دولت انا المفروض ان انا اعمل لهم معادله ان هو المرتب بتاعهم ده يتضرب فيه 20%. نفترض اهو تعالى كده نعملها كده بالبلدي اللي احنا عارفينه. اقول له ايه المعادله دي؟ تتضرب في 20%، تمام اهي، ونعمل الاوتوفيل اهي وتبقى بالمنظر الجميل الشيك ده خلاص، ويعني ونهندمها كده ونخليها تبقى مظبوط. عشان طب احنا دلوقتي عايزين نشد المعادله دي علشان لو في لو في اسامي هنا اتضافت او في مرتبات هنا اتضافت دي تنزل وتسحب لتحت كده خالص وهكذا. فمنظر الشيت مش حلو، منظر الشيت كده شكله مش حلو. وكمان بقى ده انت لو نزلت ايه بقى ده لحد 1000 مثلا معادله، يعني ده لحد 1000 صف، فالموضوع مش هيبقى حلو. وكمان الشيت هيبقى تقيل جدا، او يعني مثلا نيجي ننزل كده لتحت مثلا وليكن لحد 100 مثلا، الشيت شكله مش حلو. طب نعمل ايه علشان نعمل اللقطه دي؟ بصوا بقى يا شباب هنعمل لقطه حلوه قوي. بصوا دي بيظهر هنا حتى الحاجات اللي انا بعملها، زي مثلا الاوتو دي اللي هي الحاجات دي بيظهر الاوتو هوت كي بحيث ان انت تعرف انا عملت ايه هنا. بص يا شباب في حركه هنا جميله جدا اسمها الاراي فورمولا. الاراي فورمولا دي بتعمل ايه؟ دلوقتي انت عملت المعادله دي، ده اللي احنا كنا عارفينه في الاكسل. في الاراي فورمولا دي بتروح ماسح ده كده كله خالص وتروح عامل دي كده، بتقول له يساوي ده في 20%، تمام، وتعمل كده خلي دي الاوتو فيل دي تنزل، وتروح عامل كده قبليها كده خالص، تاخدها دي مثلا كت ولا حاجه اراي فورمولا اهي الري فورمولا، وتروح عاملها كده وتروح قافل القوس. لسه برضو الماجيك لسه ما حصلش. اول ما ادوس على من اي 2 لاي، يعني العمود كله يتضرب في 20%، بص ايه اللي هيحصل. من اي 2 لاي هدوس انتر كده الماجيك هابن اللي هي السحر اتعمل. طب انا دلوقتي المنظر ده مش شكله مش حلو، ما انت هتقعد ده لحد تحت خالص، ده بص لحد 1000. فاحنا عايزين نظبطها بشكل افضل بقى. يبقى تعالى نمسح بقى المعادله دي خالص ونعمل ايه بقى عشان انا اقول لكم بس انا بعملها ايه في المعادلات عندي عشان تبقى شكلها شيك. بقول له اف لو دي بتساوي فاضي، دي كده فاضي، دي كده اسمها فاضي بدبل كوتيشن، دي يعني فاضي، خليها فاضيه. اف لو دي بتساوي فاضي اذا فاضي. طب لو لا لو مليانه قول له خلي دي اضرب لي دي في 20%، ونقفل القوس وندوس انتر. تمام لسه ما حصلش حاجه، هناخد ده كده كله كت كنترول اكس، وبعد كده اراي فورمولا، وبعد كده نقفل القوس بتاع الاراي ونخلي من اي 2 لاي لاي، ومن اي 2 هنا لاي. بص ايه اللي هيحصل. تمام نزل تحت. طب تخيل انا هخلي الراتب مثلا في الصف رقم 400 مثلا 500 اهي. بص ايه اللي يحصل، ال 500 اتضربت في 100 في 20%. طب لو نزلت تحت شويه 800، ال 800 اتضربت في 20%. طب لو خليناها 1000، 1000 هيطلع لي 200، لا 1000 قصدي 1000 هيطلع لي 200 وهكذا. شفتوا الجمال في معادله الاراي فورمولا دي؟ دي اسمها معادله اسمها اراي فورمولا. بجد بجد يا جماعه والله ما بهزر، الاراي فورمولا دي بجد هتستفيدوا منها جدا. اسمها اراي فور ميولا فورميولا. المعادله دي يا جماعه هتلاقوها على جوجل شيت. جوجل شيت المعادله دي اختراع بمعنى اختراع. المعادله دي هتفيدكم كتير جدا في المعادلات اللي زي دي عشان تنزل تاخد الضرب والجمع وهكذا وتعمل معادلات، علشان بدل ما تقعد كل شويه تسحب معادله لتحت وتملى الشيت على الفاضي، هي انت بتعملها في اول الشيت من فوق وهي بتنزل لوحدها، بتعمل حاجه اسمها دايناميك رينج. بس كده دايناميك رينج، بس كده يا جماعه. فاتمنى ان انتوا تستفيدوا، ولو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني وتعمل اشتراك في القناه،
وتعملي لايك في الفيديو لو انت على اليوتيوب او قصدي لو انت على التيك توك تشترك معايا القناة. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة الشاشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.